قررت المملكة العربية السعودية إقامة موسم الحج لهذا العام بعدد محدود جدا من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين فيها، وذلك بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم وعدم توفر دواء أو لقاح للمصابين بالفيروس. وزارة الحج والعمرة السعودية أوضحت في بيان لها أن حصر إقامة الحج لمختلف الجنسيات المقيمة لديها بأعداد محدودة يعزى إلى رغبتها في إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وحرصا على الأمن الصحي العالمي بسبب خطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية والتنقلات بين دول العالم. جاء القرار بعدما كانت السعودية علقت أداء العمرة في مارس آذار الماضي جراء تفشي الجائحة في العالم، ودعت وزارة الحج الدول الإسلامية في نهاية الشهر نفسه إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن فيروس كورونا. ويخيب قرار اليوم آمال مئات آلاف المسلمين حول العالم الذين غالباً ما ينفقون مدخراتهم للسفر لأداء مناسك الحج، وينتظر بعضهم سنوات طويلة حتى يحصلوا على موافقة من سلطات بلادهم والسلطات السعودية للحج. كانت السعودية أوقفت قبل أسابيع الصلوات داخل جميع مساجدها باستثناء الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة قبل أن تعاود السماح بها مؤخراً خصوصاً في مكة، وأغلقت السلطات مكة والمدينة لأسابيع بسبب مخاوف من تفشي الفيروس، وفرضت حظر تجول في العديد من المناطق قبل أن ترفعه بشكل كامل قبل يومين. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات أظهرت الكعبة في وسط باحة المسجد فوق أرضية بيضاء وحيدة تحيط بها حواجز بلاستيكية إلى جانب مجموعة من عناصر الأمن وعمال النظافة. عادة ما تكتظ المنطقة المحيطة بالكعبة على مدار العام بآلاف المسلمين الذين يرتدي أغلبيتهم لباس الإحرام الأبيض، وهم يطوفون حول البناء المغلف بقماش أسود مطرز بالذهب. تفيد بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بأن عدد حجاج العام الماضي ناهز قرابة 2,490,000، منهم أكثر من 634,000 من حجاج الداخل، ضمنهم 211,000 من السعوديين والأعداد المتبقية من غيرهم من الجنسيات. أما عدد حجاج الخارج فناهز 1,755,000. وهذا هو المشهد الذي ستكون عليه مكة المكرمة والمسجد الحرام في ظل تفشي وباء كورونا. أخبرونا عن مشاعركم في التعليقات.